ريبال، it was your first game ضد فريقك سابق هوبس، كان very close بالأول، بعدين ارتحتوا بالثالث كورتر، خبرنا شوي عن الجيم. يعني مثل ما انت قلت، اول اثنين كورتر مشوا معنا هوبس، كانوا عم بيقاتلوا، نحن ما كنا فتنا شوي هيك منا عم نقاتل كثير، بالثالث ورابع كورتر بعد ما طلعنا الكوتش قالنا انه لازم نقاتل اكثر، عم يزرع فينا هالنفسية نقاتل اكثر فينا، بدنا شوي شوي نطلع على عليهم، وكثر خير الله، ثلاث نقاط اربع نقاط نطلع صرنا نطلع توصل الفرق اللي هو منيح، الفريق عم يتحسن شوي شوي مع انه بلشنا متاخرين، بس فريقنا عم يطلع شوي شوي مثل ما شايفين، ونتمنى انه نضل على ليفل نطلع.